السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر، وعنوان الحلقة هاي أن المسيح عيسى بن مريم سيشهد أن المهدي هو خاتم المرسلين، وإثبات ذلك من القرآن الكريم بالحجة الداحضة. أحباب الله، قلت لكم المهدي المنتظر وحط العنوان بس لجلب الأنظار، وإن شاء الله بإذن الله راح أبين لكم أن سيدنا عيسى بن مريم هو المقصود بأنه راح يشهد لسيدنا المهدي عليه السلام. خلينا نبلش الحلقة، بس أصبروا علي أحباب الله اللي ما بعرفوني، بطلع على الشرطة من جديد بقول لك هذا الإنسان ضال أو دجال، لا تتسرعوا بالحكم، شاهدوا باقي الأشرطة ورايحين تعرفوا إيش الدلائل والبراهين اللي أنا جبتها. عشان هيك خلينا نبلش إيش بالحلقة. قال تعالى بصوت الأحقاب من آية 1 وبننزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. أحباب الله، هاي الآيات كلها للمهدي. أسع كثير ناس أنا عارف صاروا يقول هذا الزلم كل شيء صار يجيبه على المهدي. يا عمي، أنا بجيب آيات بينات، لسان عربي مبين، ما في عوج، واضح وضوح الشمس كبد السماء، ورايح أبيلكم بالمرور آية آية ووصلكم للي أنا رؤيتي للي شفته في هالآيات هاي، إن هاي بتخص المهدي عليه السلام، ما بتخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلع عليه أحباب الله، خل نبلش. حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما حق بالحق، وأنه لهم أجل المسمى، يعني راح ينتهوا، لأنه في كل شيء له أجل إلا رب العالمين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم، هذا المهدي اللي بيحكي لهم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. أسحون القول، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هل المقصود أصنام اللي كانوا يعبدوها أهل مكة اللي 360 صنم؟ لأنه إيش بقول لك بعديها، فخلنا نجي على بس إيش. أروني، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أنا أبدأ بس لهالجزء هذا، شوف اللي بعديها. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
وإذا حشر الناس يعني يوم الحشر كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني المقصودين قل أرأيتم أن تدعون من دون الله، المقصودين مش الأصنام، بشر. لأنه إيش؟ قل أرأيتم أن تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. بقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني زي بيقول يا حسين يا علي يا رفاعي يا بدوي يا حتى اللي بيستغيث في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز، كل هذا شرك. عشان يخا المهدي راح يقول لهم ارجعوا لرب العالمين، انتم اشركتوا بالله وانتم مش انتم الفقر حقكم ما اشركتوا، لا نسى راح يجيبكم دلائل وبراهين اخرى. طيب لأنه بقول لك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هسا الصنم تكون عدو للبني آدم اللي يشرك في الله سبحانه وتعالى من دون الله؟ لا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خلني يجي أحباب بالله على الموضوع هذا اللي مين هم من دون الله. سورة الفرقان 17 و18 بنيجي على آيتين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذن القول في السورة الآيات الأولى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. دعائهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من هم هذول؟ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الحجر يعني أصنام مكة هي اللي تقول قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هذا قول لبشر كانوا ناس يتخذوهم آلهة ويشركوا فيهم وهم يفكروا أنه هذا مش شرك، زي اللي بحصل هسه اللي بتمسح في الكعبة هذا في القبور وبده يقبل الحجر الأسود وبتلاقيهم زي الآلاف المؤلفة بيقتلوا بدعسوا بعض بس مشان ايش يبصوا الحجر الاسود. وبلاد المسلمين قاعدين النساء يغتصبن يقتلوا الاطفال ويشردوا ولا بتفرق معاهم. شوف شوف دينهم لو وصل. عشان هيك احباب بالله خليكم معاي خطوه خطوه وان شاء الله بنوصلكم للفهم والرؤيه اللي انا شفتها بالايات هاي. طيب قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. أي كتاب المقصود؟ الإنجيل التوراة ولا القرآن ذاته؟ هذا اللي بيحدثهم الرجل اللي بيحدثهم بقول لهم ائتوني بكتاب غير هالقرآن هذا اللي قدامكم أو جيبوا لي كتب أو آثارة من علم بالماضي اللي كتب النصارى واليهود أو صحف إبراهيم وموسى شاف عليه إن كنتم صادقين. بعدها بقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هسه أعطوني بكتاب من قبل هذا هسه بنزلكم آيات تحتيها بتثبت كلامي. بقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يعني مثل هذا الشخص مثل آيات الله بينات. شو بقول الذين كفروا للحق لما جاءهم؟ لما جابهم الحق قل جاء الحق وزهق الباطل وغير هيك. ويحق الله الحق بكلماته يعني الحق كلمات الله ولو كره المجرمون. انتوا عليه احباب الله. واذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني آيات بينات وضحات قال الذين كفروا لما جاء كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. طيب أم يقولون افتراه
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه. تفيضون في إيش؟ في القرآن. الناس اللي قاعدين بطلعوا من القرآن شغلات وقوانين وتحريمات وتحليلات وفتاوي للظلم اللي بصير على الأرض، أم يقولون افتراه؟ بيقولوا على المهدي لما يجي، هذا رجل مفترى، افترى على الله الكذب. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه وكفى به شهيدا بيني كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. طيب هسا ليش لما نقول على الحق مش نقول أقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا شعر مبين. سورة الأنعام 5 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني لما يجي المهدي ويجيب لهم الحق اللي هو القرآن الكريم المهجور وقال الرسول يا ربنا قوم اتخذوا القرآن مهجورا شو راح يصير؟ استهزئوا فيه وكذبوا بالحق لما جاءهم. بقول لك فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون يعني بوجودهم وجود هذا الرجل الأنباء راح تبين لهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يعني راح يشاهدوا يكونوا موجودين. طيب سورة الأنعام 114 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يبتغي حكما؟ هذا المهدي بطالب الناس بيقولوا خلينا نحط القرآن حكم بيناتنا، خلي ربنا يكون حكم بيناتنا. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يعني الكتاب موجود. هل هذا القول قول سيدنا محمد والقرآن كان بينزل عليه؟ السماء كان الكتاب مفصل ما انتهى وحيه عشان هيك القرآن كامل. أفغير الله يبتغي حكما بطالب الناس والأرض كلها يخلي القرآن هو حكما وهو إيش يخلي الله سبحانه وتعالى حكما. وطيب كيف يخلي الله حكما؟ يعني ربنا تكون بناتنا لا كده كلماته. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعني المسلمين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعني بيعلمون القرآن هذا منزل رب العالمين بالحق فلا تكونن من الممترين يا مهدي لا يهمك هذول الناس. سورة الأعراف 33 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المهدي بيجي للناس قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإنتوا قاعدين تزنوا فاتحين مراقص وملاهي ليلية وبتعطوا رخص للكرخانات والبارات والأفلام والمسلسلات والراقصات والداعرات فهمتوا علي؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم إن بعض الظن إثم هذا من الإثم. بيعلم الناس ما بقول لك الله حرم الظن في الناس بالسوء كثير شغلات في الظن بتظنوا أنتوا في عندكم الحق اللي هو كلمات الله ما بصير الواحد يظن في حق بقول لك إن هو الظن وما يغني الظن عن الحق شيئا في عندك ظن وعندك حق ليش ما نأخذ الحق ونترك الظن شايف والإثم والبغي البغي الاعتداء واحد في يعني الذين آمنوا من فئتين الذين آمنوا من فئتين من اقتتلوا فقال فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى البغي يعني ظلمت تطاولت أخذت حق. إيش المادي بقول لهم الله حرم البغي البغي هذا حرام تبغوا على بعضكم بعضا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا خليته
الحسينيات أماكن لعبات الحسين وهي مساجد لله، وأنتوا خليتوا القبور بنيتوا عليها مساجد، وأنتوا تتمسحوا في الكعبة وتقولوا عن حالكم أهل السنة بتتبعوا السنة، وتيجوا ركب بتفقصوا بعض تفغيص، نساء بتختلط مع رجال بالصلاة في الحرم، ومحرم الرجال والنساء يصلوا مع بعض، المرأة بصف آخر. عندكم المسجد الحرام ثلاث طوابق أربع طوابق، حطوا طابق للنساء، طابقين للنساء، امنعوا النساء يصلوا مع الرجال. أنا رحت على الحج بصلي قدام المرأة راسي ضرب ثوبها، افرض انه دخل راسي في ثوبها، ما بيجوز الحكي هذا. وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اسمعوا العلماء شو بحكوا على الله ما لا يعلمون، قديش مرة حكوا إسرائيل مش سيدنا يعقوب، عمران أبو مريم رضي الله عنه هو عمران أبو موسى، وعمران أبو موسى هو يعقوب عليه السلام، وإنه في مليون آدم. وكل مرة بطلع لك واحد بنكر عذاب القبر، واحد قاعد بالطهول على الأحاديث، واحد بالطهول على الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد بسب على الصحابة وبخوضوا بأعراض الصحابة، كلها ظن، كلها قول على الله بما لا يعلمون. عشان هذا الرجل لما يجي راح يبين للناس، كنت علي أحباب الله. وهون شو بقول لك سورة النساء 13، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من الطائفة اللي حاولت يضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل كان في طوائف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا أحباب الله، قرآن عربي والله عربي، وأنا بجيبكم دلائل إبراهيم، اللي عنده حجة حط الله على رأسه وعينه يقول له سمعت وأطعت، بس لحد الآن ما حدا جاب لي حجة واحدة. ولولا فضل الله عليك ورحمته يا مهدي لهم طائفة منهم أن يضلوك، لأن المهدي كان من طائفة من الطوائف وكان يفكرهم على حق، وما يضلون إلا أنفسهم. خرج من هذا إيش؟ عرف الحقيقة وخرج منها. وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هسا في ناس بيقول لك أنزل عليك الكتاب يعني القرآن. يا أحبابي بالله، القرآن موجود للجميع. أنزل عليك الكتاب معناته إيش؟ القرآن منزل قدامه. هسا أنت ما بتنزل برنامج من على الكمبيوتر مثلا، في برنامج مثلا بسموه داونلود فيلم، ما بتنزل فيلم عندك؟ ما بتنزل مثلا إشي بهمك أمر سؤال بدك حديث بتنزله عندك بصير حديث عندك؟ نفس الشغلة، التنزيل مش معناته أنه نزل عليه القرآن الكريم، لا، هو نزل على سيد باسم ربك الأعلى. شو أعلى شيء في بلد من البلاد؟ كان مثلا نجي على السعودية أو الأردن أو المغرب، شو أعلى سلطان موجود؟ الملك، صح؟ شو أعلى من الملك؟ أنا تحكون إيش عن الدنيا؟ أنا بحكي الحق، يقول لك الحق يعلو ولا يعلى عليه، صح ولا لا؟ فتعالى الله الملك الحق، لا يوجد أعلى من الملك، واللي أعلى من الملك هو الحق، صح ولا لا؟ عشان يا أخي اسم الله الأعلى فيه كمالي، وإن شاء الله أنا يمكن نزلت سرير بعرف شو لغيته، بس إن شاء الله راح أنزله مرة ثانية وبينكم شو اسم الله الأعلى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحي. يعني ممكن المهدي يكون مستعجل في أمور، رب العالمين يقول له تمهل واطلب وقل ربي زدني علما، مشان نزيده في العلم القرآني. لأنه ما لما أقول لك إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنزلنا إليكم مش أنزلنا إليك لحالك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا، الكتاب نزل على البشرية كلها، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد النبي الخاتم مشان يبلغه للناس كلها. لما يجي المهدي بنزل عليه شغلات إنزال مش بالوحي مثلا، ممكن إيش الوحي يكون من عند الله سبحانه وتعالى بالإلهام،
لأنه مش راح ينزل عليه ولا مؤاخذة جبريل وميكائيل وأذو المطرح من الملائكة أو المعجزات، لا، الله بأيده وبنصره وبفهمه بدون واسطة، لأنه الموجود كلمات الله موجودة، هذا الوحي كله كامل موجود عندنا إحنا. شو الوحي اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وحي يوحى. شو اللي وحي يوحى؟ القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم وحيا ويوحى، شو معناته؟ يوحى لآخر الزمان. عشان هيك كل مدة بيطلع لك عالم أو شغل بيكتشف شيء جديد في القرآن الكريم، صح ولا لا أحباب بالله؟ عشان هيك شوف الآية اللي بعديها سورة الحج 54، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. مين الذين أوتوا العلم؟ هل المقصود النصارى واليهود ولا الذين أوتوا العلم من علماء المسلمين؟ عشان هيك في علماء رايحين يكتشفوا المهدي قبل الناس ويعرفوا، لأنه العوام مش رايحين يعرفوا المهدي. أول ما بكتشفوا المهدي هم العلماء. فهمت علي أحباب بالله؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وأن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورة الحج 62، قال تعالى جيش بالحج، يعني لأنه موسم الحج العلماء راح يبايعوا المهدي. بقول لك سورة الحج 62: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. جاء بالحق القرآن الكريم، ذلك بأن الله هو الحق، ما في غير الله هو حق. طب كيف الله هو الحق؟ كيف نعرف الله شبته منا؟ كلماته القرآن الكريم. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل شيء بيجيبه غير القرآن أقل من القرآن، لأنه من دونه إذا باطل، ما عدا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي بتطابق القرآن. فهمتوا علي أحباب الله؟ احذروا انه ايش تقولوا انا بفهم القرآن، لا، المهدي فهمه غير عن الناس كلها. عشان هيك رايح يبين للناس شو اللي الله انزله لهم، لانه ظلت العالم مليون طائف صرنا ندبح بعض، بطل الواحد الاخ يقرأ اخوه بنفس العيلة. طلعوا مصر اللي عمره ما اختلفوا بحياتهم، طول عمرهم متوحدين من آلاف السنين، لما اجت فتنة هاي اللي صارت بيناتهم صار الأخ يقرأ أخوه، والمرأة وجوزها هذا مع السيسي وهاي مع مرسي، وهذا مع فلان وهذا مع علان، البيت الواحد تفرق في كل البلاد العربية والإسلامية. شايف؟ سورة المؤمنون 70، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ما بدهم الحق، لأنه رايحين يخسروا كل اللي عندهم، زي ما خسروا في مكة التجار كانوا يفكروا حالهم إذا آمنوا في الإسلام رايحين يخسروا مراكزهم وأموالهم والحجاج، وهذا نفس الشغلة مع أنه رايحين يكسبوا. بنرجع على أحباب بالله سورة المؤمنون 71، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هسا مش شايفين أنتوا لأنه اتبع الحق أهواء الناس ما فسدت الأرض والسماوات، ما فسدت البر والبحر، ما صارت المياه ملوثة، السماء مخزوقة بالأوزون وبالهذا اللي يسموه الجرين هاوس افكت اللي هو ايش؟ ثاني اكسيد الكربون من السيارات وكذا، وتغير الطقس وصار زلازل وصار اعاصير وصار البحر يثور وهوج وسونامي وضرب وطرح، والفساد اللي بالبشر، بطلوا يصلوا، بطلوا يلبسوا الحجاب، صار الكفر، البارات، الرقصات، كل شيء الا الاسلام. عشان هيك بل اتيناهم بذكرهم، لما يجي ما يذكرهم فهو عن ذكرهم. والله شو ذكرهم؟ القرآن، فيه بالقرآن مجموعة كتب، وده بالذات شريط
منهم كتاب الذكر، بس هذا كتاب لتذكير الناس شو راح يصير فيهم إذا ما رجعوا لله. ليش؟ أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكر المعرضون، وأنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. هذا أحباب الله للمهدي، كل الآيات هي للمهدي. سورة الفرقان 33 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كل ما يجيبوا مثل المهدي راح يجيب ممثل حق من الله وأحسن تفسيرا لهم يخلصهم. سورة النمل 79 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فتوكل على الله، يعني توكل على الله يا مهدي إنك على الحق المبين. هاي مش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل معقول سيدنا محمد مش بتوكلش على الله؟ هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هو على الحق المبين؟ هذا واحد تقول توكل على الله وتدعمه إنك على الحق المبين، يعني طريقتك الذكر اللي بتذكر فيه العالم هذا هو الحق المبين. خلنا نجيب لكم آيات من سورة القصص، بقول لك 48-49 بنزل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤوا بالحسنة السيئة وهم رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. احكوا لي هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما الآيات. أنا أذكر بسم الله الرحمن الرحيم. مرات الحكي بخلي واحد بنشف ريقه. بقول لك فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني لما يجي المهدي ويجيب لهم الحق من عند الله سبحانه وتعالى، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. طب شو أوتي موسى؟ الله أتى إيش؟ التوراة، مش المعجزات. الناس بفكروها المعجزات. اقرأ القرآن الكريم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى. من اللي كفر بما أوتي موسى؟ هل قصدهم بس فرعون ولا بني إسرائيل؟ ما كفروا بني إسرائيل. طيب خلينا نقول الآية كمان بتحكي عن الإعجاز المعجزات، لأنه الله آتى موسى كمان 9 آيات وآتينا موسى الكتاب. فخلنا نجمع الثنتين. لما يجي المهدي ويجيب الحق يقول له فلما جاء من الحق من عندنا قال لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني إيش؟ ليش ما إجا وجاب آيات 9 آيات أو آية أو آيتين مثل ما أتى موسى؟ طيب بقول لك أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. طيب شوف الجواب اللي بعديه. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. طيب شو من الكتابين؟ لأنه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. منهما يعني كتابان، التوراة والقرآن. جيبوا الكتاب من عند الله هو أهدى من التوراة اللي نزل على عيسى بن مريم والقرآن اللي نزل على سيدنا محمد، مش راح تتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك ومش راحين يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شوف أحباب الله اتبعوا الهوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. القرآن الكريم اقرأ القول وأرد وصل القول آية بعد آية. لا القرآن موجود. بقول لك الذين أتيناهم الكتاب من قبله قبل ما يجي المهدي مش قبله من آل النصارى واليهود. لا الذين أتيناهم الكتاب من قبله اللي هو إيش قبل ما يجي المهدي هم به يؤمنون. بمين راح يؤمنون؟ بالمهدي. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. بقول المهدي إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هل هذول النصارى واليهود اللي بيحكوا كلام هذول ولا المسلمين؟ عشان يقول لك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ليش بياخذوا أجرهم مرتين؟ لأنهم آمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهم أجر، وآمنوا لما إجا المهدي فلهم أجران. شو بقول لك؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم من فقور. مين هذول أحباب بالله؟ لا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم. يعني المحسنين هم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم صبروا عليه على الأذى، ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني أصحاب الأخلاق الحميدة. وهم رزقناهم الفقور. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم. لأنه يعني إيش عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما. هذا شو بقول؟ وهم نفسهم عباد الرحمن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذول اللي بأخذوا أجر مرتين اللي بعملوا في المهدي. عشان يا أحباب بالله سورة العنكبوت 68 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. بلى في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه. الحق هو القرآن الكريم إجاك وموجود. لما يجي المهدي بيجيب لك الحق في القرآن الكريم، وأنت إذا كذبت مين أظلم منك عند الله؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين. والله اللي ما بيأمن في المهدي بس يجي انه في جهنم ومثوى له خالد مخلد فيها. ودليل على قول احباب الله سورة 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. هل النصارى واليهود هم اللي بحاجة سيدنا محمد؟ بتعرفوا انتوا قصة سيدنا محمد من اول ما ولد حتى انتقل لرفيق الاهل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي لصراط العزيز الحميد. هل حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل واحد يهود اثنين يهود؟ لا. هذا ما يجي المهدي اللي عندهم علم من أهل القرآن يعني الكريم علماء الإسلام اللي بيخافوا الله إنما يخشى الله من عباد العلماء. هم بيطلعوا بيشوفوا اللي بيحكيه المهدي واللي أنزل إليه من معلومات من القرآن الكريم هو حق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. دليل آخر بسورة فصلت 53 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شو معنى هالكلمات هاي؟ يعني بعصر المهدي رايح الله يورجيهم آيات عظيمة في الآفاق في السماوات في الأرض وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه هذا المهدي حق
وانه اللي جاي فيه حق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ هل هذا حصلت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ سنيهم ايات في الافاق وفي انفسهم، هل شافوا ايات في الافاق؟ زلازل وشهب وبراكين وابصر ايش راح تحصل؟ وفي انفسهم ابتلاءات وامراض وضيق حتى يتبين لهم انه الحق غصبا عنهم. اولم يكفي فربك انه على كل شيء شهيد؟ يكفي والله يكفي. وقالت سوره الزخرف 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. متعت هؤلاء واباءهم، هل المقصود اللي هم اهل مكه في الايه متعتهم هم واباءهم؟ الدنيا كلها المتع اللي اخذوها في العصر اللي بده يجي في المهدي من مال وجاه وسيارات وطيارات وابصر ايش، شايف علي؟ هم واباءهم. امتى فسد الدين الاسلامي؟ لما راحت الخلافه العثمانيه، ومن يومتها وعلى التراجع جيلين مرض. واسال اي واحد من 1919 اللي كان شاب وقادر على القتال حتى عصرنا احنا هسه جيلين، الجيل الثالث قاعد يطلع هسه، هذا الجيل اللي راح الله يبدل فيه الاجيال اللي مرت. عشان ايش؟ بقول لك سوره الجاثيه ستي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس ما نزل على سيدنا محمد لحاله، نزل لكل البشريه. فمعنى الكلام هذا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه زي ما انزل الكتاب والحكمه على الجميع، بس هذول بدهمش لا كتاب ولا حكمه. بس هذا الرجل اللي هو المهدي اخذ القران وتمسك فيه واخذ الكتاب واحتضنه واتبعه وقال سمعنا واطعنا لكل اوامر رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني انت ما بتعرف شيء من العلم الا علمك رب العالمين وكان فضل الله عليك عظيما. في واحد انا بحكي لكم احبار بالله بقول لك ايات متشابهه، لا والله يا عمي واضحه هي متشابهه للي عنده ايش؟ تحزب طائفي، للي عنده مسكر عقله ومغلقه. لانه بسوره التوبه 48 بقول لك قال تعالى لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور، يعني خلوك تشوف الحق باطل والباطل حق، وهذا كل المسلمين الموجودين في الارض هيك وضعهم. اللي مع السني بقول لك احنا الحق، واللي مع الشيعة بقول لك احنا الحق، السني نفسها عندك الصوفية بقول لك احنا على حق، السلفية بقول لك احنا على حق، كل واحد بقول لك انا على حق، والشيعة نفسه الاثنى عشري بقول لك احنا على حق، الاباضية بقول لك احنا على حق. يا اخي مين الحق؟ وين الحق؟ الحق هو القرآن الكريم، الصدق هو القرآن الكريم، تبعوه. بقول لك ايش؟ لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق. طب هل جاء الحق علينا احنا؟ ما احنا هسه لسه ظلمات، عشان احنا لما يجي المهدي حتى جاء الحق وظهر امر الله. اتى امر الله فلا تستعجلوه. مظبوط ولا لا؟ في ايات كثير انا بقدر افسر بالتفصيل اكثر، بس ايش رايح اللي ايش يتبع معاي يقول لك يا الله هذا الانسان من وين بدخل هاي بهاي؟ هسه اصبر علي يا احباب الله. سورة يونس 35 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله، قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يعني انا الناس هذول كانسان مسلم متمسك بكتاب الله بيجي واحد بقول لك يا اخي احنا خلينا نضرب مثلا الصوفيه او الشيعه او اي طائفه منهم بقول لك احنا الحق، قل لهم قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ هسه بقول لك هذول اصنام، لا يا احبي مش اصنام، مش اصنام، بيحكي عن بشر. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق افمن يهدي الى الحق اللي هو رب العالمين احق ان يتبع
أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يعني إنسان بحكي عن بشر، مين أحق أن أتبع أنا؟ أتبع الله ولا أتبع اللي إيش؟ ما بنهدي إلا إذا هدى الله، يعني بشر. إذا أنا أتبع الحق اللي هو كتاب الله، هو الحق هو الصدق، ما بتبع بني آدم. أنا بحكي لكم أحباب الله، لا تتبعوني أنا، اتبعوا القرآن، وأنا زي زيكم. بس هاي الآية بحكيها لكل واحد، بقول لي أنت على خطأ وأنت كذا وكذا، بقول له قل هل من شركائكم من يهدي للحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. والله لن أتخلى عن كتاب الله، والله لن أتبع إلا كتاب الله، والله بتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنه موجود شفايفي بنفتحوش. بس كيف بدي أعرف الحق من الباطل إذا ما أخذت القرآن ميزان؟ أنا بدي أخذ كل إشي بيحكوا لي إياه العلماء، يقول لي هذا حديث، أجي أقول آه خلص سمعنا وأطعنا فيه، وفي آية بالقرآن بتقول لي لا الحديث هذا مش صحيح، أو أتبع آل البيت أو علماء آل البيت واللي هم براء من هذا الأقوال. أتبع واحد بيقول لي إلعن عائشة رضي الله عنها وسب على الصحابة، والقرآن الكريم بيقول لي عكس هذا. ما النصارى بيعبدوا عيسى ابن مريم، ومنزلين في كتب ومنزلين في مقالات وخطب واضرب اطلع، وبفكر هذا ما له حق. شو الحق يا عمي في الدنيا؟ فهموني، انا بدي، انا زلمه كل اللي بحكيه غريب عنكم، تسمع ما سمعتوش من غيري، بس تعالوا فهموني ارد على مين انا؟ ماشي بدي اقول القران خليه عجال، ها دلوني على واحد ايش يهديني للحق في هالعصر هذا. ما في، كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون توابوا. عشان يخلي مش مستعد اتبع مخلوق على وجه الارض حي الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لو انه موجود نمشي ونغمض عيوني وراه، والله لو حكى ارمي حالك من فوق جبل ارمي حالي من فوق جبل. بس سيدنا محمد مش موجود بيناتنا يا عمي، لو موجود بناتنا كان كنا مسلمين متبعين سنته، ما في عداوة ولا في قتال بين المسلمين، كان احنا هسه ماسكين الكرة الأرضية بدينا. عشان هيك قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، المقصود بشر اللي ايش يا حسين يا حسين. انا حضرت أشرطة واحد بقول لك قال قابل المهدي في الطريق، كان ينادي يا صحابة يا أنبياء يا ملائكة يا مرسلين، قال أمه كانت شيعية من شيعة آل البيت، حكت له إذا بتكون بضيق بس نادي يا مهدي، وحكى يا مهدي ولا تك ولا المهدي قدامه، كان بصحراء قال وضايع عن الطريق وميت من العطش وجوعان، فلقى لك المهدي قدامه أبيض وأبيض وكل نور، أعطاه إناء مي وشرب وحكى له روح من الطريق هاي. حكى له يا مولاي وصلني، حكى له أنا باللحظة هاي في 100 واحد دعاني بدي أروح أساعده. استغفر الله، هذا كفر وشرك، مين هو المهدي؟ عابد من عباد الله. والله لا والله المهدي لن يهدي بني آدم إلا إذا الله هدى. عشان يقول لك أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. الله بيهدي المهدي، عشان هيك المهدي بقول لكم اتبعوا الله واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقول لكم ايش في دين جديد، لانه الدين اصلا صار غريب، دين غريب، والناس المؤمنين الحقيقيين عايشين في غربه في الدنيا هاي. اعطوني مكان واحد يهاجر فيه هسه على الارض المؤمنين بدون ما يعبدوا ربهم حق العباده، اعطوني قريه اقول لك 5 متر ب5 متر، اعطوني قبر 2 متر بس اروح اعبد ربي فيه، ما في ما ظل. بدي اطلع على مكه اروح مثلا اروح على مكه اتعبد ربي اجاور الحرم، ما بحق لي حبيبي، فيزا وممنوع. طب بدي اروح على المسجد الاقصى، ممنوع اليهود مسلمينه،
بدي اروح على المسجد النبوي ممنوع بدي فيزا. بدي اروح على اي بلد عربي لازم تاخذ فيزا. وين ارض الله؟ ارض لله سبحانه وتعالى. مش لازم تمنعونا نروح نحج، مش لازم تمنعونا نروح نعتمر، مش لازم تمنعونا نصلي في المسجد الاقصى ونحرر فلسطين من اعداء الله. عشان يا اخي ما تحكولي انه المسلمين اي مسلمين، اي مسلمين اللي قاعدين بنهانوا بتدبحوا العالم قدامهم مساكتين، ما فما لكم كيف تحكمون. سورة يونس 36 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. كما اخبرته احبابي كل ظن بظن. اظن انا شو بدي بظنك انت؟ مين انت تقول اظن؟ اعطيني الحق. وين الحق؟ الحق هو كلمات الله فقط لا غير. انا كل اشرطي بنزل القران، قران حبيبي، وما بزير من عندي شغلي بدعة خرافي كفر حاشا لله، كله قدام عيونكم. والله يا احبابي بالله اذا واحد بثبت لي خطأي في اي شيء وتردد لحظة عن اطاعة الحق العانوني اقولكم وقطعوني شقف. بس ما تيجي تحكولي بالظن. كل ما واحد بيجادلني كذا وكذا وكذا وبيجيب لي آية من هنا وآية والآيتين مش مرتبطات ببعض. أضربكم مثل بسيط، كل يوم بتسمعوا هالآية هاي بحكوها مين؟ علماء الإسلام الموجودين في كل بلاد الغرب والعرب وغير الغربات بيدافعوا عن الإسلام ضد الإرهابيين اللي يسمون الإرهابيين مشان يبرؤوا حالهم. شو بيقولوا؟ ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق كأنه قتل الناس جميعا ومن أحياها فكان حبيبي. هاي الآية بني إسرائيل إحنا ما نجدخل فيها، ليش ضغط تكرروها يا علماء الشياطين يا علماء السلاطين؟ حطوا العلامة الآية المكتوبة عندنا إحنا إنه إذا واحد قتل نفسا بغير حق فباء بغضب من الله وعليه لعنة الله وعليك. حطوا الآية، ما تجيبوا لي الآيات اللي مش إلنا. بتضحكوا على العالم بفكروا إيش؟ والله ما شاء الله شو هالدين هذا، مشان أرضيهم أكذب أنا؟ تعالوا اسألوهم هذول العلماء الموجودين في الغرب، بسألوهم شو رأيك هذول في الهوموسيكشواليتي؟ يعني هذول الناس اللوطية اللي بطبوا على الذكور على الذكور والإناث على الإناث. بس يقول لك بتهرب من الجواب. خايف احكي كلمة الحق. اشي بخزي، اشي بخزي. سورة يونس 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. رايحين يحكوا للمهدي لما يجيبوا الحق يقولوا ايش؟ هذا سحر مبين. سورة يونس 94 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن، أنت بتشوف القرآن الكريم، فاسأل الذين يقرؤون القرآن الكتاب من قبلك يعني قبل ما تصير أنت المهدي، اسألهم رايحين تعرف أنه لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عشان يتعرف الله المهدي راح يقول للناس بصورة يونس 108 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. طيب بصورة الرعد 19 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. ليش أولي الألباب مذكور؟ إنما يتذكر الألباب يعني أفمن يعلم لما يجي المهدي، أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. مين هذول اللي إيش بيعلموا إنه أنزل للمهدي الحق؟ هم أولي الألباب. إنما يتذكر أولي الألباب لأنه بيطلعوا الكلام اللي بيحكيه المهدي بيقول لك إيش سبحان الله والله العظيم هذا حق. وإيش بتذكروا؟ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ف
المهدي بيجي قلت لكم هو المتذكر. طب نيجي على سورة النحل 101 و2 مش عارف جيبكم دلائل، في ناس كثير خطأوني، ما بصير تجيب الآيات هيك زي ما بتجيبها أنت، آية من المشرق وتحطها في المغرب وآية في العصر في الجنوب وتحطها في الشمال. حبيبي بحق لي بصورة النحل 101 و2 بحق لأي إنسان عنده علم يحط الآيات هاي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني إذا بدلنا آية مكان آية ما نسخ أو قال نسخنا أو ألغينا، حاشا لله، لا يبدل القول عند الله. وشو قال؟ لا تبديل لكلمات الله، ما في تبديل، بس إيش؟ يعني ما بغير الآيات، بس بقولك وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني مثلا أنت جيت بدك تحكي عن موضوع مثلا إيش؟ ذكر نفعة الذكرى سيتذكر من يخشى وتجنبه الأشقى. ذكر نفعة الذكرى سيتذكر من يخشى. وجبت آية ثانية شوية ما كملت آيات إيش؟ سورة الأعلى، جبت آيات أخرى شو قلت؟ سيتذكر من يخشى، شو بقول لك أنت؟ فذكر، ذكر نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، جبت على موضوع النفع آية ثانية، ذكر فعلنا الذكرى تنفع المؤمنين، إذا هاي الآية مربوطة مع الآية صارت، صح؟ طيب، فذكر فعلنا الذكرى تنفع المؤمنين، طيب، أنت جبت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الآية الأولى ذكر نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى، اللي يخشى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي هو اللي يخشى. إذا جبت ثلاث آيات أنت عطيتهم مع بعض، هل أنت بدلت في القرآن الكريم؟ لا، القرآن زي ما هو، بس أنت استشهدت بثلاث آيات. هاي طريقتي أنا. شو بقول لك؟ قل إنما أنت مفتر، إذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، قل إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذا هو التنزيل. فهمت علي يا حبايب؟ لا، أنا بنزل من القرآن الموضوع اللي أنا قاعد بحكي فيه، بنزل من القرآن آيات تناسب الموضوع. إيش بنزل الكتاب على إيش؟ على المهدي عليه السلام. واضح. ما بيجي القرآن تقرأ من أول إلى آخر، يا أخي في آية بقول بحكي عن المنافقين، بعدين بتروح من المنافقين بتحكي لبني إسرائيل، سورة البقرة. أول تحكي لك عن إيش؟ عن الكتاب. لا ريب فيه، هدى للمتقين، وشو علامات المتقين، بعدين ايش بقول لك؟ عن المنافقين، بجيب لك صفتهم، بعدين تيجي عن بني اسرائيل، بعدين شوي صغيره. القران ما نزل هيك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كان تيجي ايه، ايات شيء، بعد مده تيجي ايات تقول حط الايه هون، وهاي الايه بتحطها هون، عشان هيك القران في كثير ناس بنضلوا فيه، وفي ناس بيهتدوا فيه. يعني نهدي به من نشاء ونضل به من نشاء. القرآن ذاته. عشان يخا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس وأيد مؤيد سيدنا عيسى بإيش؟ وأيدناه بروح القدس. تأييد. عشان هيك سيدنا عيسى كان يحيي الموتى ويجعل الطير الطين الطين كهيئة الطير ينفخ فيه ويشفي الأكمة والأبرص ويعلم الناس شغلات كثيرة، كله بسبب روح القدس. والمهدي عليه السلام راح الله يأيده بروح القدس. عشان ايش؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. عشان عيسى ابن مريم لما يرجع المرة الجاية عليه السلام لن يحيي الموتى ولا يستطيع أن يحيي الموتى ولا يصنع الطير وينفخ فيه ولا يستطيع أيضا أنه يشفي الأبكمة والأبرص، لأنه مش راح يكون الروح القدس معه، راح تكون الروح القدس مع المهدي. بس اصبر عليها يا باب الله. سورة طه 114 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. يعني هذا القول هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هو نبي،
نبي رسول، كل العلوم نزلت عليه. بس هو بيقول لك فتعالى الله الملك الحق، ليش مذكورة فتعالى الله الملك الحق؟ شو اسم الله الأعلى؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لما يجي المهدي وبيعرف الآيات ويفصلها وبينها للناس ويحكيها، بقول لك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا جاء من القرآن والحق وكذا، شو بده يجيبوا أكثر من هيك؟ أكثر من هيك ما في. سورة الفتح 28 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طب كيف إمتى هل صارت هذه القضية؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بقول لك صارت بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ظهر على الدين كله. أي دين كله ظهر؟ هل ظهر على النصرانية واليهودية انتهت؟ صار فوقيهم؟ انتصر عليهم؟ معارك كذا، اجى خلفاء وكذا، بعدين تفرقنا وتشتتنا وهسه صارنا 100 سنة وإحنا تحت. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هسه كل العالم بتحارب الإسلام، حتى المسلمين أنفسهم. إرهاب، والإسلام مزور، صحيح البخاري مزور، أنا ما أخذش القرآن، بقبلش الأحاديث، بقبلش أقوال كذا. طب القرآن ليش ما تقبل القرآن؟ ومتفرقين، كل واحد يفسر على مزاجه. لما يجي الرسول هذا، راح الله سبحانه وتعالى لأنه أرسله بالهدى اللي هو القرآن الكريم ودين الحق اللي هو الإسلامي ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني والله العظيم إلا المهدي ينتصر والدين الإسلامي يظهر على كل الأديان حتى يأتي عيسى بن مريم، وما يظل في دين غير الإسلام على الأرض. سورة قاف 5 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سورة الحديث 16 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نحكي مع مين؟ مع المؤمنين. هل كانت الصحابة قلوبهم ما بتخشع لذكر الله؟ كانوا بكائين، ركاعين، ساجدين، وصفهم بالقرآن الكريم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مش هذا الحاصل في عصرنا؟ سورة الصف 9 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. قصبا على الله وزعنا. المشركون هم المنافقون أحباب الله، اللي إيش؟ اللي بيشركوا مع الله إله آخر، مش شرط يكون حجار. قلت عليه أحباب الله، مش المقصود النصارى واليهود. هاي الآية اللي قبليها، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مين المجرمون؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضرين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مين المسلمين أحباب الله؟ لم نكن المصلين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون، ليحق الحق بكلماته ولو كره المشركون المجرمون. يعني هذا كل واحد خالف قانون الله أصبح مجرم. أنت في بلد ممنوع السرقة، إذا سرقت أنت مجرم. إذا سقت السيارة فوق السرعة القانونية بكمية كبيرة بيعتبروك انك مجرم، انك حاول تقتل الناس انت في الحادثة هاي. واحد بدفعش ضريبة للدولة بيعتبروه مجرم، بتهرب من الضريبة. واحد برتشي مجرم. نفس الشغلة، المجرم في الإسلام ولا تستبين سبيل المجرمين. المجرمين في الإسلام هم العصاة المتعمدين. انت ليه يا بابي؟ لم نكن من المصلين، الصلاة فرض ما صلوا، ولم نكن حظا على طعام مسكين، عارفين الصدقة والزكاة والنفقة فرض ما سووها،
وكنا نخوض مع الخائضين بكتاب الله ويستهزئوا في آيات الله ورسوله وآياته، وكان يكذب يوم الدين. طب هذا اللي يكذب يوم الدين نصراني يهودي ولا مطلوب منه الصلاة؟ أحباب الله فكروا دبروا الكلام اللي بحكي لكم إياه. سورة يونس عشان أقول لكم إيش الآيات اللي هون أحباب الله، شايف علي؟ نرجع للآيات الأولى اللي هي الأساس. بقول لك أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. خلينا نرجع هسه على ما تفيضون فيه. أحباب الله سورة يونس 61 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن موجود. وما تكون في الشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، هي صفة الجمع، من عمل يعني تفيضون فيه، ولا تعملون العمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في إيش؟ في القرآن بيفوضوا بيزيدوا بنقصوا بخوضوا. وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب نيجي على هسه إيش على الآيات الأساسيات. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فهمت علي أحباب الله؟ بنيجي على موضوع بدعا من الرسل، لأنه أحباب الله قلت لكم أنا ما بدي أسوي شغلي بضلني أدرسها فيها وأقعد مدة طويلة وأشوف الآيات مشان إيش ما أخطأ بإذن الله. هسا بدعا بديعا منفردا فيما جئت به، ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا بأول رسول، بدعا من الرسل أول الرسل أو لم يتقدم من الرسول، أو بديعا منفردا بما جئت به، والبدع المحدث الجديد يعني نقولوا عنها بدعة. لما يجي المهدي يقول هذا مبتدع، هذا بدع، هذا بالصدق، هذا دجال نصاب. لا يا عمي، هو رسول كما الرسل الذين قبله. عشان يا أحباب الله بس يجي يقول لك وما كنتم بدعان من الرسل، انت علي أحباب الله، هاي كلها آيات ودلائل وبراهين على قولي. قل ما كنت بدعان من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا عنده علم الغيب، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أنا قاعد بنذركم باللي راح يصير فيكم إذا ما استمعتوا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السلام يجري المهدي بظلهم الناس في شك إلا المقربين، تعرف زي الصحابة كيف كانوا مقنين وكونوا معه. أسأل أقول لك هاي الآية، واحد من بني إسرائيل هو اللي آمن، شهد شاهد من بني إسرائيل، بذكر لك واحد من بني إسرائيل عزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد اللي راح يجي من بني إسرائيل أحباب الله، أسأل أقول لك إياها، سورة آل عمران 81 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي وتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
الايات هاي للمهدي المضاه اخذوا من النبيين كلياتهم، بس في نبي واحد مرفوع بالسماء هذا سيدنا عيسى بن مريم. سيدنا عيسى بن مريم من وين؟ مش من بني اسرائيل؟ لما ينزل سيدنا عيسى بن مريم راح يشهد للمهدي، وفي ناس راح برضه ما تامن، بس هذول اللي راح يحق فيهم العذاب. عشان يا اخي بقول لك سورة النساء 166، لكن الله يشهد بما انزله اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. اللي انزله قلت لكم مش القران الكريم، انا انزلنا اليك كتاب القران الكريم نزل المراحل على سيدنا محمد فاصبح كتاب. يقول لك لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزل اليك كامل مش جزء منه، لانه كل هذا القران اللي نزل على سيدنا محمد نزل للبشريه كلياتها، واللي بيبينه المهدي للبشريه بكون الله شاهد عليه من الميثاق، لانه قلت لكم رسول المصدق مش راح يكون ايش؟ رسول جايب كتاب، لانه اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه. كل النبيين قلت لكم الميثاق قبلها، واذا اخذ الله ميثاق النبيين ومنك يا محمد ومن نوح وابراهيم وعيسى وموسى وعيسى واخذنا من الميثاق الغليظه. يعني سيدنا محمد موجود في الميثاق النبيين. لما اتيتكم من كتاب القران انجيل توراه الزبور صحف ابراهيم موسى، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مش جاء جايب كتاب، مصدق صدق الرسل اتبعوا المرسلين، بقول لهم ما بحكي لهم اتبعوا انا، اتبعوني انا يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي الذي له ملك السماوات والارض يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي. فهمت علي احباب الله؟ كل الايات هاي بالدلاله والبراهين قدامكم، اللي عنده حجه تدحض حجتي بالقران، ما يجي ايش الجادل المجادله. زي ما قلت لكم انا ما بحبش الكلام اللي ما فيه فائده، ينزل شريط يثبت كلامي خطا انا مستعد اتراجع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.